يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماتت امرأة ولم تحج ولها أقارب، لكن إذا حج عنها أقاربها من بلدها فإن هذا يكلف الكثير، فهل يجوز أن يحج عنها غير القريب من هذا البلد؟ إن كان لها تركة يحجج عنها من بلدها من تركتها، أما إذا لم يكن لها تركة أراد أحد أن يحج عنها فليحج من أي مكان، الحمد لله، ولو من مكة. نعم.